بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اليوم حنا كنتواجدوا هنا بصفتنا كمجتمع مدني حقوقي، مجتمع مدني حقوقي فعال شريك بالحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية حسب دستور 2011 وخطاب جلالة الملك نصره الله. اليوم كنتواجدوا هنا مؤازرين، كنشيدوا بالمجهودات الجبارة اللي كيقوموا بها رجال الأمن، كنشيدوا بالمجهودات اللي كيقوموا بها باش يحفظوا لنا الأمن والأمان. كنتصدوا لجميع الجبهات المشوشين سواء معارضين من الداخل أو من الخارج أو بعض الصفحات اللي كيقول لك لا، الشرطي ما منحقوش يستعمل القوة دياله، ما يستعملش السلاح دياله ضد المجرم. أسعادة المناصر المجرم راه إذا ما استعملش رجل الأمن الصفة دياله الحقيقية بالزي دياله رسمي كامل بالسلاح دياله، راك ما غاتقدرش تخرج للشارع تهز واحد الهاتف، ما غاتقدرش تخرج تقدى، راه غيعرضوا الأم ديالك والأخت ديالك والزوجة ديالك لواحد العنف كما وقع آخر حديث. فمن هذا المنبر كنقولوا تحية لرجال الأمن، تحية لرجال الحموشي، الله يعز بهم خدامين معنا. اللهم واحد الأمن، يعني كنقول ولو رجل الأمن يغلط واحد الغلطة ولا جوج يكفيه أن هذيك المهام اللي كيقدمها في الصالح ديالنا في الصالح العام. ودائما حنا اليوم كما كنقولوا مؤازرين من المجتمع المدني، مؤازرين منكم كإعلاميين، مؤازرين من السلطة من رجال الأمن. كيبقى شعارنا الأبدي والخالد الله الوطن الملك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم شاكور عبد الملك، الكاتب العام لحركة أوفياء العرش للدفاع عن حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. احنا اليوم هنا جينا باش نأزروا الشرطي الضابط الذي أطلق الرصاص على ذاك المجرم اللي كان في هيجان، كان كيهدد أمن المواطنين، والبوليسي كان غير باش كيحافظ على النظام، كيحافظ على سلامة المواطنين. هدوا ذاك المجرم، بغى يضربوا بالمادية كبيرة وضربوا رجليه باش يطيح، وما بغاش يطيح وجاب باش يضربوا مرة أخرى للدفاع عن النفس، استعمل السلاح الوظيفي ديالو. حنا كنأزروا ذاك البوليسي، كنأزروا ذاك الشرطي، كنأزروا حنا معاه باش يستعمل السلاح الوظيفي ديالو، لا لتهديد المواطنين، لا لتهديد الشرطة، حنا باش يستعمل السلاح الوظيفي ديالو ويكون باش كيحافظ على النظام ويحافظ على سلامة المواطنين، حنا معاه قلبا وقلما. بالمعلوم التهامي ناشط حقوقي وجمعوي في مجال حماية المال العام. هذه الوقفة التضامنية مع رجال الأمن تندرج في كون أن رجال الأمن مواطنون كباقي المواطنين ويجب أن يتمتعوا بالحماية. نعود إلى واقعة إطلاق الرصاص على مجرم كان يحمل سكينين من الحجم الكبير، وهذا موثق في فيديوهات من طرف المواطنين. هذا المجرم كان يهدد الساكنة ويهدد رجال الأمن، فتم إنذاره ثلاث مرات ولم يمتثل للإنذارات، مما أدى إلى رجال الشرطة بإطلاق الرصاص عليه حماية لأنفسهم وحسنين. ومن هذا المنبر نتضامن مع جميع رجال الشرطة بمدينة سالة وعبر التراب الوطني على المجهودات الجبارة التي يقومون بها سواء في استقرار الأمن أو في التعامل مع المواطنين. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.